السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم قصي المعماري. اليوم بدي أتحدث عن قصة جلبت انتباهي. حدثني أحد الأشخاص، قال أنه في امرأة وزوجها يحبون بعض. الزوج يشتغل في شركة والأمرأة في البيت. يوم من الأيام الأمرأة كانت تطلع على الجرائد والصحف، فشافت عمل نفس العمل الزوجها يشتغل به بس بمرتبة أعلى، يعني راتب أعلى. فاتصلت على زوجها على العمل: يا فلان، في الشركة الفلانية تعطي راتب أعلى بس نفس الشغل مالك، فهذا العنوان إذا روح قدم. فهذا الشاب أخذ إذن من أبو العمل يعني ساعتين ويرجع. فراح طلع من الشركة مسرع جدا، فما منتبه لأي شيء، فجي عبر الشارع اجى السيارة عليه وضربته، فما صحى إلا هو بالمشفى. من صحى كانت امرأة جميلة قاعدة جنبه على الكرسي، فقال لها: وين آني؟ قالت له: أنت في المشفى. قال لها: أحس عندي ألم. قالت له: هلا بصيح للدكتور بيجي يشوفك. فإجى الدكتور أعطاه بعض الأدوية. في أثناء هذا الحادث إجى زوجته، فمن شافت زوجته سلمت عليه، فشافت وسألت الدكتور أنه شو صار. قال لها: إحنا اضطرينا بتر يعني قطع رجله. فهين الزوجة قالت له: يا فلان، أنا ما رح أقدر أكمل معاك وأنت في هذه الحالة. فصارت علي المصيبة مصيبتين، أنه انقطعت رجله أنه زوجته تعوفه. ف يعني صار هو يعني بينحان ومانا، خلنا نقولها. ف ابتلاء كبير من الله سبحانه وتعالى. ف قام يبدي يتشافى شوي شوي. هاي الأمرأة الذي هي كانت مسببة بالحادث قامت تتردد عليه، يعني بتجيب له شغلات بتودي له. فيوم من الأيام قالوا لازم تطلع للبيت، فخلاص الدكتور. فأول من وصل البيت فتح باب البيت صرخ: ليش يا ربي أنت تختارني؟ ليش أني كنت الهدف؟ فبكى وهيك. ف هاي الأمرأة قامت تتردد عليه، يعني بتنظف البيت له بتطبخ له. فيوم من الأيام إجا اسمه طلب يعني على الجيش إنه الإجباري. فمن شافه هو معاق يعني انطوع فاء. فشوف هاي أول وحدة إن الله سبحانه وتعالى إنه هذا واحدة من الابتلاءات إنه يبعد عنك هاي الشغلة. ثاني شيء، ورا فترة ورا ما تطلق هو وزوجته خابروا ابن جيرانه وقالوا: يا فلان، هل علمت انه زوجتك ايضا تطلقت من ابن جيرانكم اللي كان متزوجها بسبب انها ما بتجيب اطفال؟ هو كان كل امنيته في الحياة انه يصير عنده طفل. شوف الله سبحانه وتعالى بيّن له انه خلاص هاي الامرأة انها ما بتجيب اطفال. تعلق بهاي الأمرأة الذي تتردد علي تجيب له شغلات هاي. فيوم من الأيام قال: أنا لازم أصارحها. فأجت فقال يعني هي عم تحضر له الفطور، فقعدت فقالت له: يا فلان، هل تتزوجني؟ شوف يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعرف وانت لا تعرف، الله يعلم ما في القلوب. فقال لها: على شو بدك تتزوجيني؟ يعني أنا ما معي أي شيء، زي ما بيقوله بالسوري أنا على البلاط. فقالت له: أنا أتزوجك بسبب قلبك وطيبتك. فقال لها: أنا ما معي بصرف عليك، أنا ما معي يعني ما معي مصاري أو فلوس أجي علشان بدفع لك، يعني بجيب لك أكل بجيب. قالت له: أنا أبي عنده شركات وأبي مستعد أنه يوظفك عنده
ويكون عندك مكتب وعندك سائق بيوديك ويجيبك. فأنا ما يعني هذا ما يكون يعني السبب إنك ما بتزوجني. فتزوجها وصار عنده مكتب وصار عنده السائق يودي ويجيبه وصارت حياته أحلى ما يكون. فشوف أنا هدفي من القصة إنه إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى إنك لا تصبر، وإن الله مع الصابرين. أنتوا تعرفون إنه أنا يعني كفيف، فالحمد لله. لازم أنت ترضى في حياتك، لازم ترضى شو يحصل لك، لأن ما تعرف والله الله سبحانه وتعالى ضام لك في عنده. فلازم تصبر وإن الله مع الصابرين. أنا بس حبيت أنوركم بهاي القصة الصغيرة وإنها تكون إن شاء الله تساعدكم أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي قصي المعماري.